انا سعيده جدا جدا بمشاركتي، وسعيده جدا جدا ان انا معاكم النهارده، وان انتوا دايما معانا وعاملين لنا دوشه كده دايما على طول. سعيده بالجمهور الرائع اللي اختار الناس اللي المفروض هو عمل فوت، ومن غير اي محسوبيه، من غير اي واسطه، من غير اي كوسه بمعنى صح. اخترنا عشان احنا تعبنا، وعشان احنا قدمنا حاجات حلوه عجبته، وقدر الكلمه، قدر اللحن، قدر مجهود حاجات كتير. وانا بقول له ميرسي جدا ليك كجمهور محترم. في مسلسلين ان شاء الله، في مسلسل مولد وصاحبه غايب، وفي مسلسل تاني اسمه الدخول في الممنوع.